أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من سلسلة رؤى على طريق التنمية تحت عنوان التكنولوجيا المالية الفرص والتحديات، وذلك بهدف دراسة قطاع التكنولوجيا المالية في مصر وتحليل أدواته والبحث عن تأثيره على الاقتصاد القومي. أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى بذل الحكومة المصرية جهدا وفيرا لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لاستيعاب خدمات التكنولوجيا المالية.